قد حلوة الأجواء والعادات والتقاليد اللي سووها أهلنا بالشمال بمناسباتهم وأعراسهم. إن شاء الله يا رب يديم الفرحة عليهم وأيامهم كلها أعياد ومناسبات، كل عام وأنتم بألف خير وألف مبروك. أيدوا فيروز أنا عالتها فيروز مبارك. أقول لهم أنا أول مرة أحضر بعرس بمحافظة شمالية، طبعاً الأجواء كلش حلوة والعادات اللي سويتوها اليوم والتقاليد كانت فتشي خبل. أبا أول جارة كقناة MBC برنامج ما بلي قال ممنون قديش وراز دي بيت رحمل دي بابتو امجي قال لك شمال ممنوني رحمل دي بابتو بسوكا سياواتين وشكر القناة يقول فرحتونا انه انتو خالة زاهدة طبعا الف مبروك شايفين كل الخير ان شاء الله ام العريس قديش وراز دي بيت قال لك ممنون قال لك سوكا سياواتين قال لك ممنون اتوانا ام سوكا سياواتين بأفتح بيكاتنا القل ما كريم أم زر 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 سفاسيا واتكين بخوش بون مام أم قلت بخوش أم وصف بخوش سفاس بودا أم وصف بخوش المخوش وصف نايته ممنون سفاس بودا صاحبي أول جارة أفرحاني شي فرحة